بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن على الطريق الرئيسي الحديث والذي يتوسط قرية خيف الحزامي أو عين خيف الحزامي. هذه القرية في الجبل، وهذا المسجد والعين، وهذا السوق. الطريق قسم السوق قسمين كما يذكر الأستاذ سلطان القليطي، وهنا الجزء الثاني. هذا الجزء الأول والأساسي ذكرت، هذا الجزء الأساسي من السوق متصل في بعضه، متصل بس الطريق قسم يزيل لمصلحة الطريق. وكل جزء من السوق فيه بهو في داخله والدكاكين من حوله. نعم، شوف هذا بهو، وهنا هذا برضو نفس هذا، مساحة فارقة تكون بين في المحلات، يعني مجزأ السوق. نعم، هذه سكن عسكري. هذه سكن؟ اي لا لا، سكن عسكرية هذه. ايوه، والسوق هنا. والسوق هنا، وهذه بقايا قلعة. ايوه، هذه بقايا قلعة، لكن السوق هذا السوق، هذا السوق امامنا. امامنا، احسنت. بالنسبة لهذا الطريق، هذا من أوائل الطرق التي وجه الملك عبد العزيز رحمه الله بإنشائها لتسهيل حركة مرور الحجاج والمعتمرين والزوار بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة وينبع. كانت التوجيهات الأولى بعد مؤتمر ينبع تقريبا 1364، وقبل ذلك التاريخ كان طريق ترابي وصعب جدا. وبعدين تم سفلته في المرحلة الثانية اللي هو كان الطريق من جهة الجبل. أيوة، أيوة، أحسنت أستاذ سلطان.